الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعلى اسمه وذكره نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى دائما ودوما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم مشاهدينا متابعينا الكرام بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من ميدان منبع العصايل لسباقات الهجن العربية الأصيلة في بداية هذه الشارة وبداية هذا الموسم يوم السبت الموافق 14 من شهر يناير لعام 2023، حيث قيمت هذه الشارة هناك أيضا بتأهل وفوز هملول المملوك للسيد مبارك بن سلطان بن كلثم الأخيلي الذي فاز هناك أيضا في مهرجان ولي عهد دبي، وقيمة هذه الشارة من أبناء بوزوغة عامة على بركة الله وتوفيقه، حيث انطلق شوطنا الأول، انطلقت الأماني، انطلقت الأمال، انطلقت السلالات لسن الصغار لمسافة 1200، انطلق شوطنا الأول وشوط العمالقة مباشرة نسير إلى الصدارة مع الخميس مبارك بن سعيد بالقتري الأخيلي ثانيا، الوصول هناك أيضا من شعار غني عن التعريف مع الشاهينية زايد بن عبد المعطي المهري المركز الثالث، الله يا الشاهينية خليفة بن حمد الأخيلي هنا، ولكن القادمة هناك أيضا لحن هنا علي بن غانم بن إداه المنصوري والواصلة هناك أيضا الله الشاهينية، ولكن أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة الأولى مع الأمتار الأخيرة هنا الشاهينية زايد بن عبد المعطي المهري يتقدم، والشاهينية الشاهينية بشعار الكثير، ولكن بن شلبود بن شلبود غادم، بن شلبود غادم ولعت ما بين الافطامين، ولعت ما بين الافطامين، ولعت ما بين بن شلبود ما بين زايد بن عبد المعطي المهري، ولكن اشوف الاسماء، اشوف الشعارات، اشوف الاسماء والشعارات هناك ايضا القادمة في هذه اللحظات هنا، الله الله سيوف حمد بن خميس بن شلبود الأخيلي، ولكن مهري عاد المهري، عاد المهري سيوف سيوف سيوف، ولكن هناك أيضا الوصول الله الشاهينية زايد يا زايد، وزاد الناموس يا زايد بن عبد المعطي المهري اللي فازت بالشوطن الأول والرئيس المركز الثاني، قدمت عرض جميل سيوف حمد بن خميس بن شلبود الأخيلي. توقيتنا يا أهل التوقيت، شو اللي صار يا أهل التوقيت؟ الله يكفينا شر هذا الموسم. دقيقة وثمانية وأربعين ثانية، وين اللي فحم ويقول 50 و55 باي باي؟ دقيقة وثمانية وأربعين ثانية بالوفاء والتمام والكمال، توقيت مميز وتوقيت جميل مع الشاهينية زايد بن عبد المعطي المهري اللي حققت ناموس هذا الشوط وانتصارا في هذا الشوط. وهناك ايضا كان هنا ايضا كانت المعركة منذ البداية حتى خط النهاية.